طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دلوقتي الساعة عندي، أنا نشوف الساعة كام، 6:06. طيب الله المستعان. النهاردة طبعا أنا قناتي دخلت المراجعة، عشان قناتي دخلت المراجعة شفت فيديوهات كتير تحقيق الربح. أنا عاملة 7000 ساعة، 406، وعندي 2557. نرجع كده تاني، عشان النهاردة هتبقى ضرب نار. ازاي؟ انا كنت حاطط ماتشات كورة اهداف وعلى هذا الشكل، فقلت ابص بصة بالمرة، رجعت على القنوات وشفت فيديوهات منها اللي استنتجت استنتاج واحد، لان اي هتخش تكتب اسباب رفض القنوات هتلاقي ليه اللي يقول لك انا رفضوني عشان خدت محتوى مش بتاعي، انا زي مباراة، زي نسخ فيلم، زي نسخ لعبة، زي بتاع، وكمان الروابط، وكمان روابط البرامج والكلام ده. انا دخلت ها وفوضت امر الله وحذفت كل الفيديوهات اللي على هذه الشكل وريحت دماغي. جات الربحية؟ جات. ما جات شي؟ ما جات شي. بس النصيحة اللي انا بنصحها لك، انا دخلت مثلا على استوديو من شؤون المحتوى، ماشي، دخلت على مدير الفيديو، الحاجة اللي مش بتاعتي رحت اشيلها، اخسر مشاهدات؟ ما اخسرش مشاهدات. انا فوضت امر لله وخليت هذه الفيديوهات دي لوجه الله، وبرضه هستمر معاكم اني اديكم برضه على قدر علمي في برامج الكوريل والفليكسي والكلام ده، وإذا كنت معايا هواية لأن دلوقتي أنا عايز فيديو بتاعي أنا بصوتي، وإن شاء الله اللي جاي بالصورة. يعني مثلا بحب أصيد السمك، إيه فيها إيه من أصور فيديو ليه؟ إيه الله المستعان، والله ما عارف أتكلم، والله ما عارف أتكلم، لأن الصدمات اللي بدانا يوتيوب الله ينور، هم شالوا تحقيق الربحية، قبلوا القناة، قبلوها، ما قبلوها شي. انا سيبت العمل ده خالص لوجه الله، صدق جاري، انه قال لك لا ينقطع عمل ابن ادم الا من 3: ابن صالح، او عمل اللي انتفع به، او صدقة جارية. انا خليت ان شاء الله فيديوهاتي قبلت الربحية، ما قبلتش الربحية صدقة جارية. وريحوا دماغكم لان هم كده يعني محدش يزعل. ازاي بقى انا فيديوي وتعبان فيه وعامل 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 وتيجي انت تاخده؟ هم صح، الغلط عندنا، احنا عايزين المكسب السريع. يعني زي واحدة، أنا كنت فيديوهات المباريات أو الأهداف أنا كنت منزلها على القناة، شلت حذفتها كلها، اللي عندي أهداف شلتها، وزي ما انتوا شايفين ادي الساعات قاعدة زي ما هي وعدد المشتركين قاعدين، عدد الساعات ده هم قاعدين هم زي ما هم، اللي هم 7000
406 ساعة. قبلة الربحية في المراجعة قبلت، وبرضه لو قبلتها بنزل لكم فيديو. ها بس انا شلت اي حاجة اللي عليها مخالفة، يعني مثلا رابط برنامج، رابط البرنامج، اختصار المواقع. ها انت ابدأ من دلوقتي، ابدأ من دلوقتي. ليه من دلوقتي؟ عشان ما تصطدمش وتقعد 3 اشهر او شهرين او 30 يوم على امل ان يجيلك ربحية، وفي الاخر تصحى على الخبر ايه المحتوم ان لا توجد ربحية. تعال افكر نبحث كده. عدم تحقيق الدخل، عدم قبول تحقيق الدخل. ادي واحد يقول لك مراجعة القنوات حل مشكلة تم رفض تحقيق الدخل. بص خش هتلاقي ايه، ها تم رفض طلبك. وفي اللي بيدي نصيحة لوجه الله، وفي اللي ما بيديش، وفي اللي ايه اللي غاوي شهرة. بس انا عن ذات نفسي قررت القرار اللي انا قلته لكم، حذفت اي فيديو مش بتاعي. ابدأ واحذف فيديوهاتك، ها وابدأ من جديد، نقطة من اول السطر، او خلينا على صفحة بيضاء. ها فول امرك لله، انت قاعد احنا هنا كلنا كده. انا قناتي فيها كانت ربحية، يعني لو دخلت على جوجل ادسنس هتلاقي فيها فلوس، هتلاقي ليها فلوس في جوجل، بس قبل ما يطبق قانون ايه ال4000 ساعة وال1000 مشترك دول، انا مكانش جايبة 4000 ساعة. لان طبعا انا بشرح مثلا برامج، مثلا بقول لك ايه هنا، استنى نجيبه ايه مدير الفيديو. يعني مثلا بشرح الكتابة الثلاثية الأبعاد بالفليكس. برنامج الفليكس ده ايه؟ ده حاجة للكتر بلوتر اللي هو بتاع ستيكر السيارات، وبرضه ازاي تفك وازاي بتستخدم انت البرامج دي، تعليمها، شروحاتها. اي نعم ممكن العيب فيا، ان انا ما قدرتش اوصل المعلومه صح، مش فيك انت اللي انت داخل تتفرج على الفيديو. بس من النهارده انا همشي قانوني عشان ما اصحاش على الخبر المؤلم والمزعج ان قناتك نو ربحيه، عندك مخالفات مثلا حقوق النشر، الطبع النشر واخد حاجه منسوخه، حاجة والله المستعان. أنا عايزك من دلوقتي أخدها من النصيحة، ومن الآخر نصيحة، ومن الآخر قولا واحدا، حاطط حاجة مش بتاعتك شيل، هتفلتر، هتقص، هتمنتج، هتعمل أي حاجة، ما هتخش ربحية. هتخش ربحية في حاجة واحدة، الا انت مثلا ان انت واحد بيجيب مقطع فيديو وبيعلق عليه، بس بتعلق ايه صوت وصورة. مثلا في ناس بتستخدم برامج مثلا زي ايه، برامج ان انت بتحط مثلا، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بتحط مثلا الكتابة وبيديك صوت، ده برضه هيرفض اليوتيوب. فانت خليك من الاخر واقعي وصريح، اعرف اللي انت بتعمل، معاك كاميرا موبايل تصور اللي انت عايزه، بس بمجهودك انت الشخصي، وان شاء الله كلنا طالبين التوفيق من ربنا. وخلي العمل ايه لوجه الله، وربنا يكرمنا. بس ان انت تدور على اسباب وتخش 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 وتعمل، مش هتلاقي غير نتيجة. خدها مني انا صريح، خدها مني الصراحة، والصراحة عندنا في البلد بيقولوا ايه، بيقولوا راحة.
انا عدت قناتي، بص عدت قناتي اها تاني، عدت قناتي العدد المطلوب، بس عارف مش هتخش ربحين ان في خلاق مخالفات عندنا. وصلت؟ وصلت الرسالة؟ طيب الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، من دلوقتي أول ما تسمع الفيديو بتاعي بأمر الله تبدأ بمرياضة الله وتطلع، هتطلع بص هتلاقي نفسك، بص ارمي حمولك على الله، ارمي حمولك على الله. يعني أنا ممكن أفقد أكتر من نص المشتركين دول، بس على قلبي زي العسل، لو 2 3 لو 50 واحد بيستفادوا مني أو قادر أوصل لهم المعلومة، يبقى أنا كده إيه الحمد لله رب العالمين ناجح. وما كنتوش انتوا فهمتوا حاجة مننا في العفية، أنا مش فيكم انتوا، ولكم جزيل الشكر إن انتوا سمعتوا الفيديو للآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.